أعتبر خولك موجة ربي إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعلكم في الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكل من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم ينظروا إلى السماء فوقهم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي إنك على كل شيء قدير يا رب اللهم انصر اخواننا اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا واجعله كالبنيان المرصوص اللهم اغفر لنا وارحمنا وتب علينا يا رب لي وارحمني وتب علينا إني كنت من الظالمين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان في أفغانستان وفلسطين وكشمير والإرسك اللهم إنا نسألك نصرا معزرا اللهم ارحمهم يا رب العالمين اللهم ابعد عنا الشيطان اللهم انا نعوذ بك من الشيطان اللهم انا نعوذ بك من الشيطان الرجيم اللهم اغفر لي خطاياي اللهم اغفر لي خطاياي ما أنت أعلم به مني يا الله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت
أعوذ بك من شر ما صنعت وأبوء بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت يا رب اغفر لي وارحمني وتب علي يا الله اللهم يا ما عبد من عبادك دعا علي بخير فإني أسألك له الفردوس الأعلى اللهم يا ما عبد أو أمة من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم دعا علي بشر أو قذفني فاغفر له وارحمني.